صباح الخير. احنا النهاردة قبل ما نبتدي نتكلم عن حلقتنا احنا بندعو الناس انها تصلي علشان سوريا، لان النهاردة في يوم صلاة لأجل سوريا. هما الكنيسة هناك طالبة كده وعاملة يوم مخصص للصلاة علشانهم، فبندعوكم كلكم انه احنا نصلي لأجل سوريا، لانه سوريا يعني الناس فيها تعبانين قوي، سواء اللي قاعدين هناك او حتى اللي سابوا البلد، يعني الناس تعبانة ومتبهدلة ومحتاجين يعرفوا، يعني في عدم استقرار كده صعب قوي في البلد او للسوريين كلهم. فبندعوكم ان انتوا تصلوا لاجل الشعب السوري وتحطوه في صلاتكم النهارده وانتوا بتصلوا لاي حاجه في يومكم. حلقه النهارده هنتكلم عن موضوع بنسمعه كتير قوي في الافراح بالذات، في الخطوبات شويه، ومرات في بيوتنا لما بتحصل مشكله، يعني دايما لما نتناقش او يبقى في حاجه كده مش عارفين نوصل فيها القرار، بنبقى تلاقي بقى ممكن ايات طلعت كده تطيرت في الجو. النهارده هنتكلم عن الخضوع، عن انه ودي الفكره اللي دايما بتطرح في المناسبات وفي الافراح في الوعظ ومش عارفه ايه وكده، انه الرجال الستات اخضعوا لرجالكن. بالظبط، ايها السيدات اخضعنا لرجالكن وكما للرب، عشان نكمل الآية. وبس المشكلة إنه مرات الآية دي بتستخدم بطريقة مش مظبوطة، ومرات بتستخدم بطريقة مظبوطة، ومرات بتستغل في الحقيقة، زي آيات تانية كتير، زي اكرم أباك وأمك، زي حاجات كتير مش فاكراها دلوقتي يعني، بس تلاقي إيه الآيات بتطلع كده بالعافية، اللي هو يعني الناس بتستخدم الآيات عشان تلوي دراع بعض في أوقات. بس أنا سؤالي هو ميري كانت بتقول يعني بفهم غلط، احنا عايزين نعرف ايه هو الفهم الصح للآيات النهاردة، عايزين نعرف انتوا رأيكم ايه فيها. يعني ايه الستات تخضع لرجالتهم؟ وكمان في كنايس تانية لما بيتوعز عن الآية دي بيتوعز كمان عن فكرة انه الرجالة يحبوا زوجاتهم ونسائهم زي ما احب المسيح الكنيسه. ده معناه ايه وليه يعني هل دايما الاثنين بيتحطوا مع بعض ولا ساعات بنركز على واحده بس؟ ليه بنعمل كده ونسيب الثانيه؟ خليكم معانا واحنا هنتناقش في الموضوع وهنتكلم، ونحب نعرف رايكم، يعني نحب نعرف رايكم موافقين ولا معترضين بصراحه، ولو موافقين ليه، ولو معترضين ليه، وهل الخضوع حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، وفاهمينه ازاي، وايه الصح وايه الغلط يعني في معناه. وهل احنا بنحب نخضع بنقاوم الخضوع اصلا؟ يعني ايه خضوع زي ما ميري قالت؟ كمان ايه يعني معنى ده في حياتنا اليوميه؟ يعني مش كمبدا عام بنسمع عنه في المنابر وفي المناسبات، لكن ايه معنى ده في حياه اتنين متجوزين يوم ورا يوم ورا يوم، وفي علاقاتنا ببعض، يعني حتى في علاقاتنا ببعض واحنا مش متجوزين، الرساله ايه اللي بتفرق في حياتنا بعد كده؟ انت ايه رايك يا مي؟ انا رايي انه اهم طبعا الحوار من يعني اخذ القرار، وانه اهم انه الناس تبقى بتسمع بعض وكده، لكن انا برضو محتاره يعني في اوقات كتيره وفي حاجات. انت رايك؟ انا بحتار، يعني قعدت فتره بحتار جدا، وفي وقت كنت يعني باجي عند الايه دي بالظبط بالذات وفوتها كده، يعني احس ان انا مش عاجباني، يعني ايه اخضع ومش فاهمه. يعني انا شايفه انه علاقتي بجوزي انه احنا بنحب بعض قوي، وان احنا اصحاب قوي، نتكلم مع بعض في كل حاجه، بنتناقش في كل حاجه، بنوصل لقرار مع بعض. لو اختلفنا حاطين شويه قواعد كده لبعض لنفسنا عشان تسهل علينا. فمثلا كنت بحكي لك امبارح في التليفون، فمثلا انه يعني هادي جوزي بيقول لي انت مثلا انت بتفهمي في الديكور وفي الالوان وفي حاجات البيت وفي حاجات اللي ليها علاقه بالعيال وبالتربيه وبالتعليم، فلو احنا احتسنا قوي في القرار واختلفنا يبقى رايك هو اللي همشي، لان انت فاهمه اكتر في الحاجات دي، وانا فاهم اكتر في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالعربيات والحاجات اللي عايزه قوه واللي عايزه يعني تفكير بطريقه معينه وحاجات زي كده، فخلاص الحاجات اللي هنحتار فيها قوي هنمشي كلامه.
ودي سهلت علينا حاجات كتير قوي، يعني خلتنا في مواضيع كتيرة مش بنقعد نتناقش من الأول كلام مين اللي يمشي، لكن في مواضيع تانية بقى بنحتار. طب استني، اشمعنى الأسماء دي؟ ديكور وعربيات ومش عارف ايه وكده، يعني قوليلي. بعد سنين يعني من الجواز اكتشفنا كده انه خبراتكم، يعني انتوا كأشخاص كل واحد احنا كأشخاص، مش عشان انا ست هو راجل يعني. اوكي. بس بعد سنين من الجواز اكتشفنا انه هو عنده خبرة اكتر في الحاجات دي وانا عندي خبرة اكتر في الحاجات دي، او دي واخدة انتباهي اكتر فانا بقرأ عنها وبسمع طب وفي الحاجات المشتركة اللي انتوا الاتنين يعني ليكم فيها زي بعض، او في الحاجات المصيرية يعني نعمل ايه؟ هل الخضوع ده موجود وقت الاختلاف؟ ما هي دي بقى يعني هي دي اللي بتبقى الصعبة ولا ايه؟ هي دي اللي بتبقى الصعبة، انه هنعمل ايه في القرار مثلا، يعني زي هنهاجر ولا مش هنهاجر مثلا، زي ما كنت بحكي لك امبارح. ودي كانت في الاول ما كنتش عارفة يعني تتعامل ازاي، بس يعني انا عايزة ابتدي من الاول انه انا بحب هادي قوي وبثق فيه جدا واخترته بارادتي، وهو بيحبني جدا وهو مؤمن، وانا عارفه ان هو على علاقه حلوه بربنا، وبحترم طريقه تفكيره جدا. بس هو مش حاسس نفس الحاجات تجاهك انت كمان؟ طبعا. طيب يعني بس امتى ليه بنرجح الكفه دي على الكفه دي؟ يعني ده سؤالي دايما. هو كلامه اللي يمشي ولا انا؟ مش عارف يعني، غالبا زي ايه، زي احنا لازم يبقى في حد يعني نخلص الموضوع يعني لازم الموضوع يعني لازم الموضوع يخلص، هنفضل نتخانق لغايه امتى يعني؟ نقعد نتناقش 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 نتناقش، وبعدين بنيجي في حته. طب مش عارفين احنا معانا تليفون. كريستين من القاهره. الو هاي كريستين، صباح الخير. صباح النور، ازيكم؟ كويسين، اهلا بيكي. اهلا بيكم. قولي لنا انت على الهوا رايك ايه؟ انا عايزه اقول رايي. اوكي. احنا بنتخض لما بنسمع كلمه خضوع، علشان المفهوم الاولاني اللي بيجي في دماغنا هو الخنوع، وده فرق كبير جدا ما بين الخضوع وما بين الخنوع. خنوع ان انا هعطي راسي وهمشي مع التيار، او هسمع الكلام من غير ما افكر، من غير ما نتناقش، من غير ما نتحاور، من غير ما نعمل اي حاجه، وده غير مقبول على الاطلاق. على عكس الخضوع اللي الكتاب المقدس والكنيسة بتقول لنا عليه وبتطالبنا بيه، وبتطالب ان المرأة تخضع للراجل، في شروط وفي فرق زي ما قلت لكم ما بين الخنوع والخضوع. الخضوع انا هسمع الكلام او هنمشي على حسب الرأي اللي اتفقنا عليه، بس بعد ما نقعد ونتناقش ونتحاور ونوصل لرأي. في حالة ما اذا كان كل واحد منا يعني خلاص هو انا مش قادرة اقتنع برأي مثلا، وهو شايف ان هو ده الصح، وقفنا عند النقطه دي، في الحاله دي انا هسمع كلامه طاعه لكلام الكتاب المقدس كخضوع مش خنوع، بس بعد ما قعدنا وتناقشنا واتكلمنا. الكتاب المقدس كمان بيقول انه الراجل والست زي الجسم كده، هو الراس وهي باقي الجسم. يعني ما ينفعش الراس تقرر حاجه وتمشي من غير الجسم بتاعها. احنا هنمشي كلنا مع بعض، هنفكر احنا الاثنين، هنقعد نتكلم ونفكر لحد ما نوصل للقرار، بس في الاخر احنا هنمشي مع بعض برأيه بس هنمشي مع بعض. طب مش بتخافي لما زي ما قلتي كده ممكن يحصل، يعني في حاله ان احنا قعدنا اتكلمنا ما وصلناش، لان انا مقتنعه برأيه ولا هو مقتنع برأيي، في الاخر هسمع الكلام واعمل رأيه هو، مش بتخافي انه ده يكون لانه كده، لانه مفيش اختيار تاني؟ يعني مش انه احنا وان احنا بنسمي ده ان احنا بنسمع كلام الكتاب المقدس وان احنا بنعمل الحاجة الصح، لكن هي في الاخر مجرد انه انا مفيش في ايدي حاجة وهنعمل ايه؟ انا في ايدي، انا في ايدي، لان احنا قعدنا واتكلمنا. بس ما يعني احنا قعدنا واتناقشنا، في حاجات ممكن يكون هو فهمه فيها اكتر مني، والعكس يعني مش شرط في كل مرة انه رأيه هو اللي هيمشي. عشان هو الراجل، عشان الكنيسة بتقول اخضعه، لا اخضعه للصح، فممكن بعد الحوار هو يقتنع بكلامي ويكون وجهة نظري انا صح في الموضوع. طيب تفتكري ممكن اخضع وانا زعلانة، يعني اخضع وانا متضايقة، ولا لازم اكون مبسوطة؟ لا، المفروض اكون مبسوطة. المفروض اكون مبسوطة. طب لو انا مش مبسوطة اعمل ايه؟ يعني ما هو حتى لو انا يعني مش مقتنعه بالكلام، بس بعد ما اتناقشنا، يعني
المهم ان احنا قعدنا واتناقشنا. بعدها لو انا مش مقتنع بالكلام لا انا هسمع الكلام بتاعه. وانا غصب عني متضرره ولا وانا مش غصب عني متضرره؟ ما احنا قعدنا واتناقشنا في الموضوع وفي الاخر خلاص ما وصلناش لحل، يعني لا انا اقتنعت بوجهه نظره ولا هو اقتنع بوجهه نظري، ولازم حاجه من الاثنين هتمشي. اوكي فبتقرري بارادتك ان انت هتعملي رايه بالظبط بارادتي، هقرر ان انا همشي ورا الكلام بتاعه مش وانت مضغوط عليكي بمزاجي. بمزاجك. ايوه بالظبط. ميرسي قوي كريستين، شكرا. ميري طب انت ايه رايك؟ هكمل لك الحكايه بتاعت ال شكرا. يعني احنا جينا في وقت كان انا كان يعني ما كنتش حابه مصر خالص، يعني من كذا سنه كنت حاسه ان انا نفسي قوي هاجر وعماله اقول لهادي يعني انا نفسي هاجر وتعالى نقدم لوتري في امريكا او نقدم ورقنا في كندا او في استراليا او في اي حاجه. وهو كان عنده منطق يعني قال لي احنا ما وصلناش لحاجه من ربنا، يعني ما مسكناش حاجه كده ربنا قالها لنا يعني سافروا او ما تسافروش مش عارفين. وقال لي احنا لو قدمنا لوتري وجات لنا يعني كده بالحظ هنتحط في المزنق بتاع خساره ونستخسر ونلاقي نفسنا اتحطينا في حته احنا مش متاكدين ده اللي احنا عايزين نروح فيه ولا لا. كان كلامه عامل لي منطق، يعني كان منطقي وطريقه تفكير مظبوطه، بس انا عايزه اسافر يعني انا محترمه جدا طريقه تفكيره وحاساها صح، بس انا عايزه اسافر. بس قررت ان انا هخضع في الوقت ده، يعني قررت ان انا هتخضعي للمنطق، هخضع للمنطق اللي ولا انا محترماه. يعني قصدي هل لو حتى لو ما كانش مقنع كنت هتخضعي ولا انت خضعتي عشان اقتنعتي بس كنت برضو متضايقه؟ خضعت عشان انا كنت مقتنعه بس عايزه اسافر ستيل، يعني ما زلت عايزه اسافر، يعني عشان عجبني طريقه تفكيره واحترمتها وحسيت انه يعني ما هو فعلا احنا ما ينفعش نسافر واحنا مش واخدين حاجه من ربنا واضحه. فقررت ان انا هخضع. وفعلا بعد شويه يعني بعد ما انا قعدت كده وركزت وصليت وكله يعني حبيت اقعد في مصر. فانت بالنسبه لك هنا الخضوع معناه انه انا هتحرك عكس مشاعري لانه انا مقتنعه بالقرار اللي البني ادم ده واخده بالظبط. طب افرضي ما كنتيش مقتنعه؟ لا هقعد اتناقش، يعني هنقعد نتناقش مع بعض لغايه لما نوصل لحاجه مع بعض. بس ولازم نوصل، لازم ممكن نوصل. ما نوصلش لازم نوصل، حتى لو هنوصل انه اوكي هنعمل اللي انت عايزه عشان انا عايزه اعمل اللي انت عايزه، يعني مش عشان هو قال لي لازم نعمل اللي انا عايزه. طب ميري انت وصلتي لان انت مقتنعه بيه، مش بس ان هو الراجل فانا هسمع كلامه، انا اكشلي مقتنعه باللي هو بيقوله، بس فضلتي متضايقه صح؟ ده اللي انت بتقوليه في الهجره. فضلتي زعلانه وقتها. طب عملتي ايه في الموضوع ده في انك زعلانه؟ قعدت اصلي وقعدت افكر كتير تاني في الموضوع من الاول، وهو منطقه كان عاجبني، يعني كنت حاساه مظبوط، فده اللي هداني يعني انه لا صح لازم نستنى ونشوف ونفكر اكتر، يمكن يعني نشوف ايه الاحسن لنا. فانا وصلت للحاجه دي لوحدي بعد وقت. ما هو مرات بيبقى في حد اسرع من حد في البصيره دي، يعني مرات انا ببقى اسرع منه في حاجات ومرات هو بيبقى اسرع مني في حاجات. طب تفتكري انه الكتاب قال ان احنا نخضع لازواجنا ده معناه انه الرجاله عاده اسرع في البصيره دي من الستات؟ لا ما اعتقدش انه عشان كده، بتهيألي علشان انه القاعدة العامة انه اخضعوا بعضكم لبعض. احنا ككنيسة وكناس بتحب بعض واحبوا بعضكم بعضا، هي دي القاعدة، وليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، فهي دي القواعد العامة ان احنا زي بعض ونحب نحب بعض ونحب نخضع لبعض. لما بقى نحتار عشان يعني الموضوع يخلص عشان نوصل لحاجة، فكأنه الله بيقول للرجاله حبوا مراتاتكم زي ما المسيح حب الكنيسه ومات لاجلها وضحى بنفسه علشانها، وفي حته بيقول احبوا زوجات يعني مراتاتكم زي نفسكم. فانا لو شايفه جوزي بيحبني زي نفسه، يعني هو مش هيبقى ما عنديش شك 1% انه هو عنده محبه لنفسه اكتر مني او عنده كبرياء وهو اللي مخليه يقرر، لكن انا شايفاه بيحبني زي نفسه، يعني
خلاص يعني ايه المشكلة يعني ممكن واخدها مرة يعني بتهيالي يعني انا عن نفسي احنا في علاقتنا بتيجي كده بتيجي بالطبيعي لانه انا شايفاه بيحبني قوي واثقة فيه واثقة في طريقة تفكيره فانا ما عنديش مشكلة في انه بعد ما كل في مواضيع كتيرة عادي كلامي بيمشي في مرات وهو كلامه مفيش حاجة اسمها حد انا وهو يعني احنا اتنين واحد فلما في مرة يعني نبقى احترنا وهو كلامه يمشي وانا اخضع له ايه المشكلة يعني طيب يعني. احنا هنروح فاصل وسؤالنا هو هل الخضوع معناه السمع والطاعة هل لازم اسمع وانا مش مقتنعة ولا لا فاصل ونرجع ليه احنا مش بنستضيف متخصصين حد يجيب لنا من الاخر ويحل المشكله ويدينا يعني خاتمه اللي بيستفزني اكتر في الصوره النمطيه ان انت بتصدقها اول ما ركبت سواق التاكسي يقول لي اهلا قضيه التمييز بغض النظر بقى انا ميزت ازاي علشان احنا معظمنا زهق من انه حد يقول لنا ايه الصح وايه الغلط لان معظمنا اصلا عارفينه لكن عايزين حد عايش الحاجه وحس بيها وعدى في مشاكل زيها حاسه بايه يعني ايه اللي كان بيحصل جواكي في قلبي ودي حياتي ولازم امشيها مش عارفه شكلي تخين طب لا مش عارفه اعمل ايه فاول مره خالص كنت متوتره جدا انت عندك حلم يلا يعني انجزي عشان كده بنفضل حد يكون مش واخد الصوره بتاعت شخص متخصص هيدينا الحل لكن حد هيخش معانا في نقاش ونوصل مع بعض لحاجه او ما نوصلش بس مفيش حد عنده الخبر اليقين مفيش ده رايي مش عارفه احنا لازم نسال وندور ونبحث انا ماري انا مي انا ساندرا صاحبه مي الناس مراياتنا اول ما ببدا الاسانسير يتقفل بقى في مرايه مش بس المرايه اللي احنا بنبص فيها وكل اللي بشوفه اللي ماما بتقوله ازاي تقولي كده لبنتك مناخيري كبيره شويه بس عادي مش بحس ان هي مخليه شكلي وحش قوي غالبا انا عشان كده ما بحبش اتصور اي بني ادم ممكن يتصور صوره حلوه تهيألي ان احنا معانا دلوقتي تليفون الو 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 بنات بيكونوا صحاب البنات انت الصوره تحسي تبصي لها وتحسي اه دي صوره حلوه دي تحفه فنيه بيبقى شكلك حلو اكتر بتبقي مبسوطه لحظات بتجري جامد قوي بحب صوري وانا صغيره هي مقتنعه انها مش حلوه انا بحس انه كل واحد عنده حته فيها جمال اي بني ادم فوتوجينيك بما محتاجين الكلام الكويس عشان نتغير قبل الحلقات هنبقى بنحط فيديوز اللي احنا هنعرضها ممكن قبل الحلقه تسالوا على حاجات بنجاوبكم عليها واحنا في الحلقه هنبقى بنرد عليكم من خلال تويتر وفيسبوك تسالوا كل الاسئله اللي انتوا عايزينها منتظرين ان احنا نعرف منكم اكتر ونرد عليكم هو مش برنامج خياطة على فكرة وكمان موضوع الخضوع ده بيطرح أسئلة مختلفة في أذهاننا مش بس للست والراجل المتجوزين لكن في حياتنا عامة يعني هل احنا مثلا الثقافة بتاعتنا مأثرة فينا بطريقة مخلية فكرة انه الراجل لازم يتسمع كلامه يعني فيلم نورماندي 2 كلمتي ما تنزلش الارض ابدا بس ست تصغر له كلمته تنزل والموقف يمشي بعدين في الاخر خالص يديها قلم تظبط فهل احنا الفكرة دي جوانا انه الراجل لازم الست تخضع له ولو ما خضعتلوش يبقى هو مش راجل قوي يعني مش راجل قوي نص راجل وفكره انه الخضوع انه الراجل كلمته تمشي في الاخر واللي هو عاوزه يحصل كمان لو احنا في بيوتنا بنتاثر قوي باهالينا مثلا يعني انا شايفه ابويا بيخضع لامي جدا وحاسه انه في مشكله في العلاقه فحاسه انه
امي لما يعني ايه ابوكي بيخضع لامي جدا يعني اللي هو فكره برضو حنفي كلمتي نزلت نزلت كده فالفكره ديت انه اخش بقى الجواز حاسه ان عاوزه راجل احسن مني كده ماسك نفسه ياخد قرارات وانا امشي وراه او العكس بقى امي ضعيفه جدا ابويا هو اللي بياخد كل القرارات مفيش حاجه ماما عاوزاها بتحصل فانا عندي احساس انه الرجاله دي مسيطره على حياتي وان انا لازم اختار حد ما يتحكمش في حياتي فهل فكره الخضوع متاثره بثقافتنا وبعيلتنا و انا عايزه اسمع اراء الناس في النقطه دي في نقطه انه يا مشاهدينا يا رجاله ويا ستات هل لو الراجل مش بياخد القرار لكن بيسمع لمراته وبيتناقش معاها وممكن يغير رايه حتى قدام الناس فهو كده راجل اقل او ده مش كتابي الكتابي هو انه يا ست اسمعي الكلام الراجل بتاعك زي ما الكتاب بيقول اخضعي ولا الخضوع في الكتاب معناه مختلف والجواز اصلا مش بيمشي كده يعني ممكن الناس تقول لا ما هو ميري مثلا قبل ما تمشي قالت لازم حد ياخد قرار هنقعد نتكلم للابد هنخلي حد ياخد قرار وهنخلي الراجل ياخد القرار هل احنا هنخلي الراجل ياخد القرار هل هنخلي الراجل ياخد القرار بناء على الايه دي كلمونا قولوا لنا ارائكم في الفكره دي احنا معانا مكالمه من بطرس الو حلو معانا مكالمه بالظبط الو ازيك يا بطرس اتفضل الو الو صباح الخير صباح النور اتفضل انا حضرتك بس كنت في مشكله كده تواجهني في حياتي الزوجيه زوجتي مثلا دايما مثلا ممكن تقول تشتم او تعمل كده يعني فدي مضايقاني شويه يعني 100 مره يعني اكلمها ولا يعني ولا امد ايدي ولا الكلام دوت كانت هي بتسمعش الكلام فعايز بس حضرتك يا تقدر تتفرج على البرنامج محتاج بس حضرتك يعني رساله ليها يعني ازاي تتعامل مع جوزها ازاي احترام ازاي تتعامل مع جوزها ازاي طب بطرس اتمنى انه المشكله دي تتحل بسرعه وتتصرفوا في الموضوع ده لكن احنا حلقتنا النهارده مش عن الجواز ومشاكله الو انا سامع احنا معاك ماشي بس احنا بنتكلم اكتر عن فكره الخضوع انت انت رايك انه فتح التلفزيون انت لي ممكن تقفل التلفزيون وتسمعني من التليفون ممكن تقفل التلفزيون وتخلينا بس مع التليفون لا بس احنا سامعينه هو الكلام مش يعني اسهل ان احنا نقفله خالص اوكي هو السؤال مش انه السؤال هنا مش عن الزوجيه السؤال عن ازاي المفروض الراجل والست يعني الخضوع ومعناه ايه في الجواز وبره الجواز ده معناه ايه عن الرجاله والستات عامه ايه دلاله الايه دي وايه معناها في حياتنا العمليه الو الو ساندرا انت كنت بتكلمي الو حضرتك سامعنا دلوقتي كويس سامعك طيب احنا سؤالنا هو مش يعني مش 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 بس الجواز احنا سؤالنا في موضوع الخضوع ده انت رايك فيه ايه عامه رايك ان المفروض الست تتعامل مع جوزها ازاي يكون الزوج والزوجه يفهموا مع بعض في الموضوع والاثنين ما يكونش فيه عمليه نقط التسلط على الثاني يعني ما فيش حد فيه نقطه كبريه على الثانيين فالاثنين يفهموا مع بعض في اي موضوع طب لو الموضوع ما الاثنين ما اتفقوش عليه يحصل ايه في الاخر الموضوع ما تفوش عليه يشوفوا مين الحل الوسط ويعملوه يعني هم يعني لو في موضوعين اختلفوا فيه او هي مش مقتنعه بالكلام ثابته يعني مثلا ممكن يكون هي مش مقتنعه بالكلام وهو برضه مش مقتنع بالكلام فممكن تحصل مشكله في نفس الوقت ممكن يكون يعني الطرف الاولاني عايز ينفذ الكلام في دماغه والثاني عايز ينفذ اللي في دماغه يعني يحصل ايه بقى في الاخر؟ ممكن تحصل حاجه من الاثنين يعني تمشي يمشوا على رايها او هي تمشي على رايه الى الاثنين مثلا ولا تمشي على رايه ولا يمشي على رايه بتحصل مثلا مشكله او كده طب انت رايك ايه المفروض يحصل؟ او في جوازك بتعمله ايه؟ هو في جوازي المفروض يعني الراي الصح هو اللي يمشي يعني
ومين بيحدد الرأي الصح؟ الزوج طبعا. الزوج طبعا. اوكي شكرا. طب حضرتك دلوقتي لو الزوجة مثلا بتقدر تقول الفاظ مع مرته بتقول حضرتك فيه مثلا في لغات المناقشه ممكن الزوجة تقول الفاظ او كده في الحاله دي الزوج ساعات ممكن ما يستحملش حاجه زي كده اللي هي ممكن تجيله كرامته وكده. طبعا هو فعلا يعني محدش المفروض يهين حد والالفاظ دي بتجرح اي حد. وممكن نستشير مشير في العلاقات الزوجيه تالي ده يبقى افضل حل. شكرا. احنا معانا تليفون تاني. نادين الو اتفضلي نادين ايه رايك في حلقه النهارده؟ انا رايي انه مش لازم حد يخضع لحد يعني لو في تفاهم ما بين الاثنين كان الموضوع هيبقى اسهل بكتير من انه لازم انا اسمع لجوزي او جوزي يسمع ليا. فلو وصلنا ان احنا نتفاهم مع بعض ده هيبقى احسن بكتير من جمله خضوع. انت كلمه خضوع بالنسبه لك معناها ايه؟ مش عارفه مش عجباني قوي الكلمه. حاسه ان هي فيها ضغط فيها قوه يعني مش حاسه انه يعني لازم دي تكون العلاقه ما بين الاثنين متجوزين. طب انت مثلا بتسمعي ان احنا ككنيسه بنخضع ليسوع او بنخضع لربنا هل بتحسي ناحية اتجاه علاقتك بربنا انك بتخضعي له ان كلمة الخضوع مزعجة ولا بس لما بنتكلم عنها في موضوع الجواز؟ لا بس في موضوع الجواز عشان كده انا حاسة ان كلمة خضوع دي لربنا بس مش لأي بني ادم حوالينا. يعني احنا لما نيجي نخضع على حد هو الحد اللي يستاهل الخضوع اللي هو زي ربنا زي الله. بس في كتابات يعني نصوص واضحة في الكتاب بتتكلم عن انه ايها النساء اخضعوا لرجالكن. هو انا مش عاجبني قوي يعني هو انا اوكي مكتوبه وكل حاجه بس انا مش مقتنعه بيها جدا. انت متجوزه؟ اه. طب بتعملوا ايه بقى في الايه دي؟ لا بنتخانق يعني وبنتناقش كتير وممكن في الاخر ما نوصلش لحاجه بس يعني ساعات كتير قوي عشان امشي المركب واقول لا مش هينفع البنت هي لازم تكبر دماغها فبوافق في الاخر. اوكي بس معاكي ميرسي قوي نادين احنا مقدرين قوي المكالمه دي شجاعتك وشكرا على الصراحه. احنا معانا عصام من المنيا. الو الو عصام فصل اوكي. عصام فصل. حاسه في مكالمتها نادين كانت كام مش بتحب الكلمه دي. ما حاولتش تقول الكلام لابق يعني لكن فكرة انه الخضوع بقى ليه كده وصمة معينة بالذات في موضوع العلاقات الزوجية يعني. فكرة انه الست تخضع لجوزها بقت احساس انه هي اكيد هتبقى اقل وفكرة انه لو هي ما خضعتلوش بقى هو مش راجل كفاية او زي المكالمة اللي قبليها الراجل طبعا هو اللي قرر ايه الصح. احنا يعني المفروض معانا بعد الفصل في فقرة جاية الشيخ يوسف نسان هو متخصص يعني في العهد الجديد وفي كتابات بولس علشان النصوص اللي مش عجبانة دي وانا شخصيا عندي مشكلة معاها في اوقات كتيرة نشوف هنعمل فيها ايه يعني وما تفضلش يعني او يعني ممكن تفضل مش عجبانة في الاخر بس يعني نتكلم فيها حتى على الاقل. ممكن نطلع بمعنى تاني للخضوع يعني مش بالمعنى الموصوم ده كمان. فكرة انه الستات بيبقى عندها قدرات قيادية مثلا وانها تقود ناس وتقود شركات وتعمل حاجات كتيرة في حياتها لكن لما بتيجي في حتة الجواز بتفكر هل انا مفروض اخضع؟ هل ده معناه ان انا مفروض اتجوز حد عنده مهارات القيادة احسن مني؟ هل انا عاوزة اتجوز او انا متجوزة ومتضايقة او مبسوطة ان انا متجوزة شخص انا اللي بقود حياته مثلا؟ هل الستات دايما بتبقى عاوزة حد تمشي وراه؟ وهل ده بيأثر على الستات؟ يعني الست مثلا تبقى حاسة انها لما اول ما تتجوز يبقى عندها فرصة تريح بقى يعني مش لازم تثبت نفسها قوي لانه في شخص تاني عايزه حد اقوى مني يمشيني وانا اريح بقى ما مش محتاجه اعمل حاجات كتير. احنا معانا تليفون وهنرجع للفكره دي تاني. منال من الصعيد. الو منال
مش منال مش موجودة. طيب انا عايزة يعني اكمل على الفكرة اللي انت كنت بتقوليها دي. يعني انا يعني مش قادرة اقول برضو يعني انه الست يعني انا يعني قبل فكرة انه انا ابقى متجوزة راجل انا مش حاسة فيه انه هو قوي وبيقدر ياخد قرارات وناجح و يعني حاجات كتير. انت حاسة انك قابلة الفكرة دي؟ انا عايزة كده. انت عايزة كده؟ انا متجوزة يعني بس يعني وانا بفكر وفي جوزي انا شايفة ان هو في الحاجات دي ومش قادرة اقول ان احنا عايزين نتجوز رجالة احنا مش بنحترمهم وبنقدرهم وبنثق في قراراتهم. اكيد احنا عايزين كده. لكن هل ده معناه انه احنا كستات المفروض نكون ما عندناش قدرات قيادية، ما نكونش بنناقش وساعات بنتحدى قيادة الراجل دي لو هي اسمها قيادة، ونكون فيها تكون فيها ندية يعني؟ هو ده السؤال. يعني احنا معانا مكالمة من محمد من الغربية. الو الو اتفضل يا محمد، ايه رأيك في حلقة النهاردة؟ انا بحيي حضرتك على الموضوع النهاردة وبحيي حضرتك عموما على البرنامج. شكرا، اتفضل قول لنا ايه رأيك. انا رأيي ان التفاهم بينجح العلاقة اكتر، وان الرجل لما بيكون متسلط وكده ده بيسبب يعني فشل في العلاقة. هل بتحس انه الراجل مسؤول عن مراته يعني او عن البيت في الاخر؟ يعني هل البيت ده متعلق في رقبته هو؟ لا، هو البيت متعلق بالاتنين، هو مشارك بالاتنين. طب وايه رايك في فكره الخضوع؟ مين اللي رايه يمشي في الاخر؟ وهل دي اصلا هل ده سؤال صح اصلا؟ فكره الخضوع يعني فكره كويسه زي ما كانت الاستاذه ميري وضحت، اما يكون عن اقتناع. لكن اما يكون مثلا بتسلط وكده بيبقى يعني انا شفت حالات طلاق كتير بسبب تسلط الراجل مثلا. صح، او ان هو ما بيحترمش مثلا مراته. صح، شكرا شكرا على مداخلتك جدا. ماشي. الو منال، معانا مكالمه من منال. الو منال، احنا النهارده بنتكلم عن الخضوع، خضوع الست لجوزها، وهل المجتمع وهل الكنيسه مركزة قوي على فكرة انه الست لازم تخضع لجوزها. رأيك في السعيد ايه؟ انت مش سعيد صح؟ منال؟ انت معانا؟ ايوه معاك. سامعانا؟ ايوه. طيب احنا عايزين نعرف رأيك في السعيد عن موضوع الخضوع ده خضوع الست لجوزها. هو اولا الخضوع ده وصيه كتابيه، يعني الكتاب المقدس اوصل للست انها تكون خاضعه لزوجها يعني. بس الخضوع لازم يكون خضوع مبني على التفاهم، مش خضوع اعمى. ما ينفعش اخضع لزوجي كده من غير ما افهم واعرف ايه الصح والغلط. ده هيبقى مش خضوع، ده مش حاجه تثبت مع الخضوع، ده هيبقى حاجه اسمها تربيه. لكن الخضوع يكون يعني مبني على تفاهم، هقنع ويقنعني وهقتنع برايه، خلاص اوكي ماشي انا اتفهم وانفذ اللي هو عايزه. لكن في حاله لو هو غلطان ما فيش مانع ان انا اتفاهم معاه واوصل له فكره ان ما ينفعش اخضع في الغلط. طب هل ممكن يكون لا انت غلط ولا هو غلط، هو الاثنين صح بس انتوا بتعملوا اختيار معين؟ طب في الحاله دي يعني في الحته دي بتعتمد على اسلوب التربيه. لو انا اتعودت ان انا مطيعه من الاول ممكن يعني امارس الاسلوب ده مع جوزي. لكن في ناس بتطلع على تمرد ولنان حتى لو هو صح وانا صح، لكن انا متمرده بطبعي فمش عاجبني حاجه فمش هقتنع فمش هخضع. طب الوصية بتقول خاضعين بعضكم لبعض، وبعدين بتقول أيها النساء اخضعن لرجالكن. أنا عندي سؤال، هل ينفع هو كمان يخضع لك لو هو مفيش حاجة صح وغلط إحنا بس بنتناقش؟ هو على ما أعتقد يعني لما يكون في تفاهم بيكون عادي سهل الزوج المقتنع بآراء مراته، مش هيبقى خضوع هنا، هو هيبقى تفاهم أكثر من خضوع. عشان صعب نقول الراجل يخضع للمرأة، بتبقى صعبة حتى خاصة في المجتمعات الشرقية وخاصة في الصعيد مثلا.
طب منال، هل انت بتشوفي بنات صغيرين لسه ما اتجوزوش او عندك بنات بتقولي لهم لازم يخضعوا لجوازهم؟ اه مفيش مشاكل، هو عشان الحياه تمشي أوكي. لازم يكون في حته تنازل شويه من جنب الجانب، تنازل من جانب الراجل بحيث يوصلوا النقطه ويتفقوا فيها الاثنين هتستمر الحياه، لكن حياه كل واحد عايز يفرض نفسه فالحياه متعقده. شكرا منال، ميرسي عندي على مكالمتك. احنا عندي احساس كده انه يمكن الصراع على فكره مين اللي ليه قرار اخر ومين اللي حياته تمشي هي فكرة جاية شوية من انه الواحد بيحس انه في الجواز بيفقد حتة من استقلاليته، فهو في الجواز بيبقى عاوز يفضل هو متحكم واخد قرار، مع انه الجواز فيه تنازل كتير. هل بتحسي انه ممكن يكون ده طالع من الحتة دي؟ هو عامة انا في رأيي انه يعني الآية دي في جوازي انا مثلا ملهش قوي، يعني انا ما عنديش مشكله مع، يعني عندي شويه مشاكل معايا، بس هي ملهاش قوي وجود في خلافي مع جوزي، لانه احنا مش الهدف ان احنا نوصل لقرار، احنا الهدف ان احنا نفهم بعض اكتر، ان احنا نفهم يعني كل واحد فينا عايز الحاجه دي ليه. ففي الاخر نوصل لحل وسط. يعني لو اخذ هو القرار وفي الاخر انت نايمه جنبه مقموسه هو مش خسر. اه بالظبط، هو خسر برضو. يعني لو في الاخر هو اخذ القرار خلاص اخضعي لي او ماشي انا هخضع لك، فاوكي يعني اعمل اللي انت عايزه، واحنا بعدين وشنا في وش بعض بقى بقيه اليوم وبقيه الاسبوع، وهو بيعمل اللي هو عايزه وانا متضايقه، ما وصلناش لحاجه. حتى لو انا حاسه انه ده كتابي بس متضايقه وحاسه يعني ليه اصلا يا رب خليت ده كتابي، ده مش بنوصل لحاجه. لا احنا محتاجين انه عشان خاطر جوازنا نوصل لما هو اعمق من بس انه نسمع كلام مين. احنا معنا تليفون صح؟ الو مريم. مريم مريم بسرعه قولي لنا رايك. اوكي اعتقد انه الفكره بتعتمد على مفهومي للخضوع. ايه مفهومك للخضوع؟ اعتقد في فرق بين الخضوع والخنوع، يعني الخضوع ده ان يبقى فاهمه ومقتنعه مش بس بس يعني لو انت مقتنعه انت بتعملي الحاجه اللي انت عايزه تعمليها كده، انت مش بتخضعي لحد غير ارادتك. بس على الاقل متفاهمه، يعني مش لازم ابقى مقتنعه 100% بس متفاهمه، مش ماشيه وخلاص ورا الكلام. يعني اعتقد ان الخنوع هو اني اكون ماشيه ورا كلامه وخلاص، لكن الخضوع هو اني افهم الفكره كويس واقلبها في دماغي فاقتنع بيها فينفع اخضع ليها. اوكي حتى لو ما اقتنعتيش بس انت فاهماها على الاقل. بالظبط، يعني بتفهم الفكره مش بس ماشيه وراها وخلاص، يعني مش بس بخضع عشان الموضوع. طب لو انت شرحتي فكرتك يعني. لو انت شرحتي فكرتك والطرف الثاني شرح فكرته وهو فاهمها وانت فاهمه، انت فاهم يعني هو فاهم فكرتك وانت فاهمه فكرته، وانت بتحسي انه ده حاجه كتابيه، يعني انت هتوصلي انك هتتفهمي الموقف لانك حاسه انه كتاب بيقول لازم نخضع، صح ولا غلط؟ سوري ما كنتش سامعاك. انت هتوصلي، يعني انت واحنا لو في خلاف مش خناقه يعني مختلفين في الراي، انت حاسه ان انت لازم هتفهمي موقفه لانه هو ده اللي مكتوب في الكتاب. لا بس بالظبط زي ما انا هفهم موقفه هو كمان هيفهم موقفي، يعني ما هي دي فكره. هو ده اعتقد يعني ده مش خنوع، عشان كده بقول انه الفكره حسب احنا هنعرف يعني ايه خضوع. اعتقد احنا محتاجين نفهم من حد فاهم كويس قوي يعني ايه خضوع كتابيا، يعني يفهمنا يعني ايه خضوع، لانه كتير قوي الناس هترجمه غلط. ف احنا معانا الشيخ يوسف نساني يقول لنا كتابيا معنى الخضوع والنصوص، نتكلم في الموضوع ده اكتر بعد الفاصل. احنا معانا مكالمه من هاني وبعدين هنطلع فاصل ويبقى معانا الشيخ. اتفضل يا هاني. الو هاني. ايوه يا فندم. اتفضل ايه رايك في حلقه النهارده؟ نعم اتفضل ايه رايك في موضوع حلقه النهارده؟ يعني انا مش عايز اسميه خضوع، انا اسميه طاعه. اوكي سامي. نعم مش عايز اسميه خضوع، اسميه طاعه. ده طب احكي لنا اكتر الطاعه دي يعني ايه؟ نعم احكي لنا اكتر عن فكره الطاعه دي. الطاعه طبعا زي اللي وصى عليها الكتاب المقدس، ده اول حاجه، ولازم يبقى في تفاهم. مين يطيع مين؟ نعم مين الطاعه يعني مين هيطيع مين؟
الاثنين يطيعوا بعض. الاثنين يطيعوا بعض. الطاعة عشان الحياة تمشي. ما فيش حاجة اسمها ست ولا راجل. البيت قايم على الاثنين في حال يعني اللي قايم على الاثنين على اساس الاثنين عروض واحد في البيت. شكرا جدا على مكالمتك يا هاني. ماشي. هاني من القاهرة بسرعة. ماشي. شكرا. مع السلامة. الو؟ ايوه. اماني اتفضلي. ازي حضرتك عامل ايه؟ انا البرنامج بصراحة جميل جدا. شكرا جدا. بتجيبوا حاجات يعني بتساهمنا اكتر. شكرا. قولي لنا ايه رأيك في الموضوع النهاردة الخضوع؟ هو بصراحة الخضوع لربنا لوحده طبعا، بس بين الراجل والست بيبقى في محبة، فلازم هي تسمع كلامه ويسمع كلامها. الراجل يبقى صح هو اللي يمشي. ومين اللي هيحدد لو احنا الاثنين مش متفقين على ايه هو الصح؟ احنا يعني احنا اللي بنقعد مع بعض ونتكلم بالراحه، والراي الاصح هو اللي يمشي. لازم يكون في تفاهم. اوكي ميرسي قوي. شكرا. شكرا جدا على مكالمتك. احنا معظم المكالمات بتقول انه الاثنين هيوصلوا لاتفاق، وانه الاثنين لازم يسمعوا بعض ويطيعوا بعض، لكن احنا عندنا نص كتابي عايزين نتناقش فيه عن فكرة الخضوع الست لجوزها، وهيبقى معانا بعد الفاصل. هنا كذا نص، مش نص واحد، والنصوص صريحة قوي يعني. اخضعوا واسمعوا الكلام، الرجل رأس المرأة كما ان المسيح رأس الكنيسة. دي مش علاقة فيها يعني، او انا في رأيي ان العلاقة دي مش فيها ندية كاملة يعني. وفكرة انه الناس زي ما يكون بتقول مش يعني بنمسك النص وبنحاول نلعب بيه، او يعني هنتكلم اكتر يعني. هل احنا بنحس انه الناس بتلعب في النص يعني؟ هل احنا بنحس انه لما نقعد نقول ايوه كل الناس تسمع كلام بعض ونحب بعض وكده، ده بنحاول يعني نخفف النص اللي هو واضح قوي ونقول لا يعني مش قوي كده ومش عارفه ايه، ولا احنا فاهمين النص غلط ولا صح ولا ايه؟ فاحنا هنطلع فاصل، هنشوف بعض مراسيم الافراح ونرجع تاني للضيف بتاعنا مع الشيخ يوسف نسان. والآن مقدمة الأمور في هذه الساعة المباركة، مقدمة ذيك الرب السبعوت والإسلام المقدس، وجمعنا مع هذه الساعة المباركة والإنجيل المقدس. فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض، ويخضع كل منكما لصاحبه. يجب عليه المبارك المعين من نعمة الروح القدس أن تتسلم سبحانه في هذه الساعة المباركة بدينه الخاصة نفس الطاقه وقلب السجين، فاجتهد من موت بصراحه فكون عميقا عليك تسلم لما سالتك. وانت يا فتاه المباركه دينا العروس السعيده، اجر علي بالجميل والهديه، ولا تتنكر بل زيدي طعامك على ما اوصي به الوراء. برنامج إبرة وخيط. هل احنا عايزين ناس تحت السيطرة ما بتغلطش وبالتالي ما بتتعلمش؟ مش ضروري خالص نستقل باللي حصل لنا، مهما كان ده هيكون بالنسبة لشخص تاني. هي مدرسة قصت شعر بنت في فصلها لأنها كانت رافضة تتحجب. يمكن نلاقي أمل، ويمكن نلاقي ابتسامة لما نشوف وش بعض اللي تعرض لنفس النوع من القمع أو من التعذيب. الانتهاك اللي أنا تعرضت له بالنسبة لك ولا حاجة، فخلاص يعني كأنه مش موجود. حتى إن كان الكبار الظلموا في الأرياف اللي جاب لنا،
يعني بناتنا مش عايزين نظلمهم زيين. فرق ما بين اي ناس عندهم ثقافه وثقافه تانية. زي ما لو يرجع لورا اخش المدرسه معلش. البنت الحلوه هي اللي شعرها طويل وما عندهاش ولا شعرايه بيضة. توصل رسائل انه الجواز هيحصل لو انت بيضة واخده بالك من نفسك. كان نفسي المجتمع ده يبطل الحته دي. ما تقارنوش نفسكم بمعايير اعلام، هتدمر اي بنت جمالها معقول بس شخصيتها قويه جدا. في السعوديه في تحرش وفي تجاوزات برغم من انه الستات محتشمات. والاحتشام اصبح موضه، يعني بالعكس ممكن بتكون اكثر اغراء من غير المحجبه. يعني ليه مش مسؤوليتك انت ان انت تغض البصر يا سيدي لو انت مش عايز تبص، او تبص وتشوف حاجه عجبتك وتقرر اشكرك يا رب ان انت خلقت حاجه جميله وتكمل في سكتك. عايزين نمثل المجتمع اللي احنا فيه ونعالجه. الدين يتعارض مع الفن، وانه كل ما انت عايز تقرب من ربنا تبعد عن الفن. I praise the Lord انه هو ادى موهبه شكلها كده لشخص. في واحد تلاقي حاطط على دراعه اربع فرطان، عارف ليه؟ قلت له يا عم لا انا مش اخوات. قال لي تلاقيك اصاله ولا نور ولا اي، وراح شاتم. قلت له يا عم ايوه انا اسمي جون. قال لي استغفر الله العظيم ما توصلش بكده. عاوزه قلبي يفضل مصدق انه انا ليا دور. بيكو احنا زي ما عدنا نقول لكم احنا معانا ضيف مهم جدا هيساعدنا نفسر الايات اللي احنا عدنا نتكلم عنها، ولانه الموضوع ده شوية بيلخبط وناس بتقول مش عاجبني كلمة الخضوع، وناس تانية حاسة انه الرجالة لا ليهم الرأي الاخير، وبنتناقش اذا كان النص الكتابي نفسه بيقول كده ولا لا. احنا معانا يوسف نسان، اهلا بيك، وممكن تعرفنا عن نفسك اكتر. أنا يوسف نسان، بعمل في دار الكتاب المقدس، مسؤول عن قسم الأبحاث والدراسات الكتابية بقالي 22 سنة. ففعلا زي ما أنتم بتقولوا أنا تخصصي كلمة الله، سواء قديم أو جديد، وأكتر وأكتر بولس الرسول. يعني أنا قعدت 8 سنين بدرس كل النصوص المرتبطة بحياته كلها، فأنا الموضوع بالنسبة لي مهم جدا. كويس نفك الإشكالية اللي فيه ونعرف الغير معرف بشكل صحيح، يعني اللي هي فكرة الخضوع، لأن واخدة سمعة سيئة جدا عندنا جدا، يعني أيوه. شبه تهمة أو شبه حاجة عايزين يعني نرميها بعيد ونرفضها عننا، يعني مش زي ممكن ما كان واضح في المكالمات. في مكالمات كتيرة، وفي واحد دخل قال الطاعة بدل الخضوع. أنا رأيي العكس، يعني الطاعة هي الأصعب بكتير، وهي اللي مرفوضة. الطاعة هي طاعة، يعني لو شخص اضطر يطيع ده العبد أو المرؤوس. يعني أنا أقدر من غير ما يخضع بقى. ما هو يعني الفكرة إنه كلمة الخضوع متضايقين منها، فإحنا نغيرها بقى نخليها الطاعة. دي أصعب، دي مستوى أبعد عن اللي إحنا نحب نكون عليه. يعني الطاعة بعيدة جدا، لأن دي الطاعة دي ممكن أنا اضطر ليها أجبر عليها، لكن الخضوع هو توجه داخلي إرادي اختياري. يعني مفيش حد داخلي، دي اهم حاجه. يعني انا لو ما عنديش رضا من جوه، لو ما عنديش قناعه من جوه، لو ما عنديش قبول لفكره الخضوع، عمره يبقى احنا مش هنسميه خضوع، هنسميه خنوع، اذلال، يعني اي شكل تاني، لكن لا يمكن يكون خضوع. بس حضرتك بتقول الرضا ليه فكره الخضوع مش للحاجه معينه اللي انا هعملها؟ برافو عليكي، للفكره نفسها من الاساس. ان انا مقتنع، هديكم نموذج، هل احنا عندنا رضا بخضوعنا لربنا ولا لا؟ او معظم الناس اللي رافضين ربنا خلاص هيرفضوا ربنا، لكن الناس اللي بتعبد الله اللي بتحب ربنا بتقول احنا بارادتنا، احنا باختيارنا، احنا بنخضع له. طبعا جزء منها نخضع لكلمته، يعني مش بنخضع له، بنخضع لاعلانه بشكل او باخر، لكن فكره الخضوع مرتبطه بالرضا، مرتبطه بالقبول، مش مرتبطه بالالزام والواجب. بس هو هي دي مشكلتي بالظبط مع النص، انه احنا بنخضع لربنا فعلا، واحنا بشر ضعاف خطاة وهو الهنا، لكن هو هنا بولس الرسول بيقارن ما بين العلاقه ما بيننا ككنيسه وكبني ادمين بالمسيح وعلاقه الست بجوزها. اوكي، وانا ببقى حاسه انه المفروض ان علاقه الست بجوزها يبقى فيها نوع من انواع النديه. اوكي، بينما انا مش ببقى حاسه ان انا ند للمسيح حتى. أوكي. يعني باي طريقه
اوكي. هو هنا المسيح او النص بيتكلم عن الكنيسه ما بيتكلمش عن الفرد. المسيح اسلم نفسه لاجل هذه الكنيسه، مات من اجل هذه الكنيسه، تجسد من اجل هذه الكنيسه، تالم وهين من اجل هذه الكنيسه. يعني ففكره ان الديه دي لازم، يعني اولا فكره المعركه، وفكره ان الحياه الزوجيه دي لقطات احنا واقفين عندها، لما يحصل القرار ده نعمل ايه، ولما دي كارثه، دي حياه، دي مليانه بالتفاهم، دي مليانه بالمحبه بالحب اللي بيجمعنا. لو احنا وقفنا عند فكره مين اللي صح، يعني هي الخطوره في رايي انا لما نيجي نقول طب قرار الهجره او قرار تعليم الاولاد غلط تقريبا، يعني في بيئه مش مظبوطه يعني بشكل او باخر. يعني في الاخر احنا اللي بيقوله لنا الكتاب، الوصفه بقى بتاعه الكتاب اللي انا فاهمها واللي انا مطبقها في حياتي وانا سعيد بقى لي 28 سنه زواج، فانا اقدر ابرهن انه وده مش ممكن يكون الرب هنا قاصد ان دايما في طرف واحد بيخضع، لا دي احنا الطرفين مع بعض في الثقه المتبادله، في المحبه المتبادله، في التفاهم اللي بيعلى وبيزيد كل يوم. في فرق، انا دايما بقول اول ثلاث سنوات زواج هي مش معركه بس التفاهم يعني والتنازل وشويه صدمات صغيره كده واحنا في شيفت، يعني ما كانش هو ده اللي انا كنت متخيله، يعني ده مش كان تصوري في حاجات معينه. ما هي هو بيبتدي بشهر عسل وفاكينه هيكمل كده يعني على طول بقى يعني، لكن بعد كده نتيجه الثقه ونتيجه الشغل على العلاقه، الزواج مشروع عشان ينجح وعشان يبقى سعيد، مش مجرد يبقى واقف على يعني يعني متماسك بس، لا سعيد. الطرفين لازم يبذلوا مجهود مش طبيعي مش عادي، اللي هي فكره ايها انتوا مركزين على الخضوع، لكن انا مش هقدر لان ده ظلم شديد للنص ولفكره الزواج شديد يعني، لكن ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. انا دايما عند الحته دي ببقى حاسه انه انا يعني مع حضرتك تماما انه فعلا لازم الايه دي تتقال في كل سياقها، اللي هو انه اخضعوا بعضكم لبعض ايها الرجال احبوا نسائكم، لكن كمان بحس انا مش راجل فانا يعني انا مش بهتم بقيت احب الرجال احب يعني ايها الرجال احبوا نسائكم، لان انا كست مش هقدر ابقى ماشيه بقول للرجاله لا حبني 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 حبني، لو مش هتحبني مش هعمل لك اي حاجه، ما ينفعش. انا وصيه الرب ليا كما هو في الكتاب يعني هو الخضوع، ودايما بتساءل هل ده معناه او هل راي بولس وراي ربنا انه انا محتاجه اخضع لحد علشان انا مش قادره ما اقدرش اخد قراري، يعني انا ما عنديش يعني قدرات كافيه او يعني قدره قياده يعني مواهب مواهب تخليني انا اقود حياتي وامسك زمام اموري، محتاجه اخضع لحد احسن مني هو اللي محتاجه امشي وراه. انا سمعتك في المقدمه قلتي اي واحده مننا بتتمنى راجل قوي تثق فيه، يعني مفيش حد عايز يتجوز حد ما يعني لا يعتمد عليه، يعني بالزبط. شخص غير مسؤول، لا انا في الاخر عايزه شخص ده حلمي انا وبالتالي في رايي انا ده حلم الراجل كمان. سيده مليانه بالحكمه، عشان كده دايما اقول امثال 31 هو لما مدحها على حكمتها المدينه لما مدحتها على حكمة. طب ما الحكمه دي ايه؟ ده هي اساس كل قرار. يعني انا ليه بأنس ليها؟ انا ليه برجع لها؟ أنا ليه برجع لحكمتها وبعتمد عليها؟ عشان أنا محتاجها في القرار ده. ما الحكمة دي مش حاجة يعني مش مجرد حاجة أنا بمدحها، مش تمثال، دي حاجة في اليوم يوميا بشكل عملي أنا كل يوم بحتاجها. فأنا هديكم نص واضح جدا يبان إن مفيش فكرة التسلط خالص للرجل أو للمرأة في الزواج. الزواج علاقة متكافئة، مش عايز اقول نديه لان نديه بتبين فكره المعركه او الصراع، هي مش كده، لكن فيها تكافؤ وفيها احتياج لكل طرف للتاني بقوه وبشده، وغلبان ومسكين واللي هيفتكر انها قايمه على طرف واحد، سواء الست اعتمدت على الراجل. بس بنتكلم كتير عن انه الراجل مسؤول، الراجل رب البيت، الراجل وفي رجاله واخده المسؤوليه دي، وفي رجاله حاسه مش بسوء نيه فعلا انه بصي انت محتاجه تسمعي كلامي لانه في الاخر انا اللي هقف قدام ربنا وانا اللي مسؤول، كانه دي وكاله وبيتقال كده فعلا انه انت يعني جزء من وكالتك على الارض دي مراتك، ما بتقالش العكس
انه انا كمان وكيله عليك، لا انا اوكي انا هقول بس النص وبعد كده ارجع لفكره الوكاله. في كورنثوس الاولى 7 عن الزواج يقول بولس الرسول، طبعا كلمه الرب لينا، ليوفي الرجل المراه حقها الواجب، بيتكلم عن العلاقات الجنسيه هنا اللي هي اعمق علاقه اللي هي اعلى اللي هي قمه المحبه المفروض في رايي انا، هو الترجمه العاليه جدا، والا تبقى حاجه دونيه وحاجه حيوانيه. يعني احنا بنتكلم في اسمى علاقه، العلاقه الخاصه جدا بين الرجل والمراه اللي ما فيش اي طرف تاني فيها ابدا. فهنا بيتكلم ايه؟ ليوفي الرجل المراه حقها في الواجب، كذلك المراه ايضا الرجل، ليس للمراه تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل ليس ايضا ليس له تسلط على جسده بل المراه. لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على موافقه. يعني احنا بنتفق مع بعض، احنا بنتكلم في 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 رايي انا في حاجه دي، ده نموذج على فكره في نماذج تانية بيقدمها بولس في العلاقات الزوجيه، احنا مركزين في فكره، وانا بالعكس انا عايز اركز عليه لان فكره الخضوع متركز عليها في كلوسي زي ما في بطرس الاولى زي ما في افسس في اماكن كتير عن العلاقه بين الزوج والزوجه، لكن لما نركز عليها نركز عليها فكره الخضوع وفكره المحبه. لكن احنا في يعني احنا في مجتمعنا احنا مركزين على الخضوع، يعني ما عشان البيئه اللي احنا فيها، يعني هل النص مش بيقول كده لكن احنا اللي فاهمينه غلط، ولا هو بيقول كده واحنا النص بيقول كده بيقول، بس اللي مخلينا كلنا مركزين على الجزء ده وسايبين اي جزء تاني ومقلمنا وواجعنا الجزء ده هي الثقافه اللي احنا فيها من ناحيه، والممارسات اللي احنا شايفينها من حوالينا، وفي نفس الوقت الطبع السيء جدا اللي بقى للكلمه دي، يعني اللي فيها فكره الخنوع 100% اللي فيها ماليش راي، اللي فيها انا بسمع فكره السمع والطاعه، فكره ان هو لما بيقول انا ما عنديش غير التنفيذ، ما عنديش فكره الحوار، ما عنديش فكره التفاهم، ما فيش فكره الاشتراك في القرار، وده مش حقيقه. يعني عايز كده انا بقول اللي عايزين نموذج يرجع حتى لحد الاندي مش لحد جديد. طب هل احنا ينفع نقول ان الراجل يخضع للمراه؟ يعني زي في نموذج اللي هو بقى لما بيتقال بتقول كما كانت ساره خاضعه وتقول له يا سيدي. طب ساره دي النموذج الاعلى للطاعه او للخضوع او ايا كان المسمى، جات في الحادثه في تكوين 21 لما جات لقت ابن هاجر اسماعيل بيلعب مع ابنها فلم تستحب المنظر ده، فقالت لابراهيم بينها وبينه بقى طبعا اطرد الجارية وابنها. فكلام ما استحسنهوش ابراهيم، يعني استاء منه جدا. فربنا قال له ايه؟ قال له كل ما تقول لك ساره افعله. يعني هو هنا انصف فين؟ القرار الصح فين؟ التفكير السليم فين؟ يعني مش فكره عمال على بطال، مش فكره ان انا مهما قلت ما تراجعنيش ما تفكريش معايا انا بفكر لوحدي. ايوه ما تتاخدش الايه دي تتوعظ بقى كل اللي هي تقولك اعمله يبقى يعني اسمع كلامها ايا كان، يعني هي تقول لك كده على كده في نفس الوقت لا، كل ما تقول لك في مواضيع معينه في مواقف معينه، والكتاب مليان. يعني انا عايز اقول لكم موقف المراه من المسيح من البدايه، يعني من كلمه من العذراء اللي جميع الاجيال بتطوبها لغايه النهايه لغايه القبر، مين اللي وقفوا مع عند القبر؟ مين اللي عنده كانوا عند الصليب؟ مين اللي كان عندهم السعادات بعد كده يروحوا عشان يحنطوه؟ مفيش غير النساء. التلاميذ كلهم هربوا. يعني اعز ناس اقرب ناس الدايره اللي عاشت معاه 3 سنين هم اللي خدموه باموالهم بحسب لقى 8، يعني الارساليه بتاعت المسيح اللي اتصرف عليها بالكامل من ستات. ستات تصرف على ازواجهم. هم اللي قايمين بالارساليه، كانوا ينفقون من اموالهم على خدمه وارساليه المسيح. فهي الفكرة هنا مش فكرة مين اللي هيصرف، بالعكس انتوا المرأة الفاضلة دي قايمة على ايه؟ هي اللي بتصرف كل حاجة. انا اسفة هي اللي تجارتها. بس معانا تليفون الناس بقى لها مستنية. انا اسفة جدا. الو حمادة. ايوه يا فندم اتفضل احنا سامعينك. الو ايوه يا فندم معاك انت على الهوا. على الهوا اتفضل. بتتكلموا عن الخضوع والخشوع والطاعة النهارده ولا؟ ايوه يا فندم. ايوه ماشي، بس المفروض ان احنا نفرق بين الخضوع وبين الطاعة وبين الخشوع. اتفضل. الخشوع ده بيبقى لله سبحانه وتعالى لربنا يعني، ماشي. اما الخشوع ممكن يحصل من انسان على اساس انه يريح انسان تاني. تقصد الخضوع؟ الخضوع انا ممكن اخضع لشيء معين عشان اريح ابني او بنتي.
مثلا او اي حد يقصني، حتى لو كان ده على حساب ان انا هبقى تعبان مثلا، فلازم اكون خاضع للشيء ده. اما موضوع الراجل ومراته فده منظومه طبعا لازم يكون فيها مد وجذب، ماشي، ولازم يبقى في تفاهم بين الطرفين، ولازم الكل يسمع للتاني للاخر ما يوافقوش، ولازم يكون متفاهم معاه ويشوف رايه بالنهايه وبعد كده يقول رايه. انما الخضوع في حد ذاته واجب طبعا على كل انسان، كل انسان لازم يكون عنده حته الخضوع دي علشان يريح اي حد يخصه. وده كان واضح طبعا مع السيد المسيح لما خضع لاشياء كثيره جدا على اساس انه يريح البشر طبعا. والله انتوا مش معايا في كده؟ تمام. لا معاك. ماشي. فالطاعه واجبه، الطاعه بتبقى لله اولا، ماشي، والراجل في بيته طبعا بيبقى سايب قراره مع مراته مع اولاده، ولازم يكون في تفاهم، وبعد التفاهم يكون في طاعه، لان الكل لازم يقتنع بالراي الواحد طبعا. والتشاور لازم يبقى بين كل الاطراف، سواء الابن او البنت او الاب او الام. ماشي. فالقرار لازم يبقى بعد التشاور. القرار الاول بيبقى للراجل طبعا، ومش لازم ان الكل يخضع للراجل الا بعد ما نتشاور طبعا مع الراجل ونشوف رايه ونتناقش معاه في رايه ونشوف الصواب فين ونعمله. انما مش لازم ان حد يتشبث طبعا برايه. ايوه. ماشي. على اساس ان يتعب الناس معاه. شكرا يا حماده على رايك وشكرا على المداخله ديت. احنا معانا محمد من الغربيه. شكرا. محمد. الو. الو. اهلا محمد، اتفضل انت على الهواء. ايوه مساء النور. مساء النور، اتفضل. رايك في موضوع الحلقه؟ نعم. كلام الاستاذه اللي بتتكلم وفتحت الموضوع خلتني افتح الكتاب وادور. فانا لقيت ان الايه في الاول بتقول ان الزوج لازم يكون خاضع لله في الاول علشان الزوجه تبقى خاضعه للزوج. هي ترتيبها كده صح ولا؟ سليم. ايوه سليم، اتفضل. صح تمام. فهي فاحنا المفروض بقى، انا اللي انا فهمته من الحلقه ان الزوجه ليه تخضع للزوج؟ طب ما هو ما دام الزوج خاضع لله نفسه تمام، ما هو يبقى يعني. بس انا ك يعني في علاقتي مع ربنا ما فيش وسيط ما بيني وما بين الله، انا بخضع لله مباشره. فهنا انا سؤالي هو ليه انا محتاجه اخضع لزوجي في النص ما بيني وما بين ربنا؟ هل ده معناه انه انا ما عنديش القدره على اني انا اميز ايه الصح وايه الغلط وايه اللي ربنا عايزني اعمله لوحدي؟ حضرتك يعني مثلا يعني انا ممكن افكر فيها ان مثلا في المسيحيه ما فيش طلاق تمام، فلازم يبقى في الموضوع يبقى محكم صح تمام. ما هو لو في صراعات بين الاثنين وما فيش قائد للبيت ده هتحصل مشاكل كتير تمام. فهي الخضوع مش معنى انك انت مش قادره تاخدي قرار، مع الخضوع انك انت تستجيبي لي في المشاكل الكبيره. يعني عمره مثلا ما هيجي يقول لك اعملي حاجه غلط وانت هتستجيبي لي. بس ايه دليل الحاجات اللي هو بيطلبها منك وتبقى خضعانه، تبقى يعني بما ان هو علاقته كويسه بربنا فاكيد هيطلب منك الحاجه الصح، هو ده يعني على اساس انت هتخضعي فيها. تفتكر اكيد لازم الراجل هيكون صح والست غلط؟ نعم. اكيد الراجل هيبقى صح والست غلط؟ هل دي دلاله الايه دي انه لو الراجل والست هما الاثنين مؤمنين وبيحبوا ربنا وعندهم علاقه معاه، الراجل وفي مشكله غالبا الراجل رايه هيكون صح، احنا بنرجح راي الراجل؟ اللي انا فهمته من الايه مش كده، اللي انا فهمته من الايه ان الراجل لازم تبقى علاقته اصلا خاضعه لربنا في الاول. ايوه تمام. فهيبقى اراؤه يعني المفروض اللي انت تخضعي له فيها ان هو يبقى واخدها من ربنا تمام. طيب لو جه طلب منك حاجه غلط اكيد. لا صح. نعم. فكر انا موافقه على الفكره دي، انه هو الكتاب بيقول انه لازم الراجل يكون خاضع للرب ده علشان يقول انه في الاراء اللي الراجل فيها سامع كلام، يعني الاراء لازم تكون زي ما الرب رايه او زي ما الكتاب بيقول. اوكي شكرا على المكالمه دي.
ونحب نسمع تعليقك. اولا فكره الخضوع في الكتاب مرتبطه بخضوعنا كلنا لربنا وخضوعنا بعضنا البعض. يعني الكتاب ما جاش لفئه معينه وقال هي تخضع والفئه الثانيه دي تتسلط، وفكره التسلط مش موجوده. يعني المسيح نفسه مع تلاميذه قال لهم ابعدوا الافكار اللي كانت منتشره في العالم، فكره التسلط دي مش موجوده باي شكل من الاشكال. تاني حاجه وده الاهم في رايي انا، الوصيه اللي ربنا بيوصينا بيها مرتبطه بالزوجه في موضوع الخضوع، مش مرتبطه بالرجل انه يطالب زوجته بالخضوع. يعني دي لازم نفصلها بوضوح. يعني في النهايه اللي مطلوب من الزوج في الروشته دي في الشكل ده من العلاقه انه يحب زوجته كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه حتى لو هي مش بتخضع له. ما هي نفس الفكره. يعني عشان كده الرجل يعني حتى لو هي اسف التعبير لو هي لم تعرف الرب. يعني عشان كده بولس بيقول الرجل مقدس في المراه، يعني والمراه مقدسه في الرجل المؤمن. يعني الشخص المؤمن في ظروف ما اتوضع في موقف ان الطرف الثاني مش مؤمن باللي هو بيؤمن بيه، الشخص ده بي بي بيعطي نفس المحبه دي لنفس الشخص كزوجه. يعني ما لجع بقى يعني تقييمه ليها ايه، علاقتها بربنا ايه، هو هي كزوجه كطرف معاه في البيت عايش هو بيقدم لها المحبه. مش كده البيئه دي. انا مشكلتي في السؤال وفي الحوار وفي الموضوع احنا بنتكلم في انهي اتموسفير جوه البيت ده. يعني البيت ده مليان بايه اكتر، مش فكره اللحظه دي في القرار ده هنعمل ايه. يعني صرفنا يا امير او يا حكيم او غيره، لا مش هينفع كده. يعني العلاقه مش هتكمل. ثانيا احنا لازم نتفق، يعني في اتفاق بيحصل مع الناس اللي بالنضوج ده اللي في طالما ارتبطوا المفروض يكونوا ناضجين كفايه، انه بيتفقوا مع بعض انه مش هينفع يبقى في رئيسين دايما واتنين بيتخانقوا دايما. دي دايما المركب هتفرق طبعا في الاخر، المركب اللي برئيسين هتغرق والعربيه محتاجه سواق. لا مش دي الفكره. فكره لما بنطلع لقدام شويه وبنرجع لورا شويه، احنا في الاخر العلاقه دي، العلاقه نفسها مش القرار، انا مش ملتفت للقرار خالص. العلاقه دي يعني بتحوش او بتتراكم فيها مشاكل بيبقى حلها بعد كده صعب جدا. وانا شفت يعني متزوجين حديثا كتير بتقابل معاهم عندهم مشاكل كتيره نتيجه انه فهمهم مين اللي هيتسيد ومين اللي هيتسلط ومين صاحب القرار واللحظه دي بالذات. ومش يعني في ناس في كلام فارغ بقى، ما بنتكلمش على الهجره، بنتكلم في كلام بسيط هننزل النهارده ولا يعني هنتعشى فين، حاجات ما لهاش دعوه باي نضوج. يعني فهي فكره هنا فكره المحبه، ولازم يتعرف ان في بذل وفي تنازل وفي عطاء في العلاقه الزوجيه زي اي حاجه بتتسقي. يعني ولازم الطرفين لازم بنفس الدرجه، وبالعكس يعني بقى لو هو بقى لو اي طرف منهم شايف نفسه اكثر مسؤوليه، يعني شايف نفسه ان هو بقى اللي صح اكتر وهو الشخص، طب وريني يعني امرتك فين في الزواج ده، انت عملت ايه غير انت بتؤمر وتشخط وما بتعملش حاجه. طب لو بيعمل هل ده برضو يعني لو حد حاسس ان هو بيعمل هو بيبذل وكده بيضحي، اعملي بقى علشان انا ضحيت. لا ما هو اللي بيضحي ما بيعملش كده، ما دي الفكره. انا بقول لك اللي بيحب لا يمكن يعمل كده، والمسيح ما عملش ولا كده. حتى لو هو شايف ان هو بيعمل كده علشان خاطر هو ده اللي شايفه صح، هو ده اللي ما بقول لك هو شايف عايز غلط. يتعمل هو شايف غلط كده. اللي بيحب ما بيهموش غير، عشان كده انا بقول نرجع بقى للزواج، لان هو في النهايه ده موضوع الزواج. يعني الخضوع ده ما بنتكلمش عن اي اطراف تانية. المشروع ده مش هينجح، انا بقى دي وصيتي او يعني نصيحتي لكل المتزوجين، مش هينجح مشروع الزواج ده الا لو كل طرف ما دورش غير على سعاده الطرف الثاني. يعني انا بقول لكم انا دي 28 سنه زواج، بصحى الصبح بدري اول حاجه باخدها مع خلوتي او في علاقتي بربنا، يا رب اعمل ايه النهارده عشان انشط عشان اجدد العلاقه دي وعشان ابين ليها بطرق مختلفه، من ضمنها حاجات في البيت وحاجات بره البيت، من ضمنها رسائل، من ضمنها حاجه تبين انا محبتي ليها قد ايه. بس انت عارف ان دي حاجه ده موقف مثالي يعني مش كل انا بتقال عني ان انا ان انا يعني رومانسي في علاقتي، بس انا دعوتي ان المسيح كان رومانسي في علاقتنا في علاقته بينا. اللي عمله المسيح ده ما فيش حد يعمله لا زوجه ولا زوج. انا بقول لكم لغايه لما هنموت الوصيه بتاعت الزوجه ممكن تتحقق، وصيه لان الكنيسه طريقتها في الخضوع للمسيح ضعيفه. فلما الزوجه انا بصراحه الكنيسه في الاخر بشر يعني او كيان بشري نسبي، لكن محبه المسيح بقى للكنيسه هي اللي مستحيل الزوجه لغايه لما هيموت.
لو جاب اخره لو جاب دم مش هيبقى زي اللي صلب نفسه من اجلنا واعطى كل شيء. طب انا هسال سؤال لحضرتك، يعني السؤال اللي هو بيتقال مش على التلفزيونات، بيتقال في قعداتنا كده تهريج، هل بولس كان عنده مشاكل مع الستات؟ يعني انا دايما اقرا بولس وابقى حاسه ليه كده، طب ما انا بحبك يعني ليه تعمل فينا كده في الاخر؟ ولا يعني ولا دي تاثره بالثقافه والزمن ولا تاثرنا احنا ولا يعني ولا هو بيقول حاجات ما فيهاش مشكله لكن احنا فاهمينها كده؟ طبعا اولا النصوص دايما بقول في حاجه اسمها رحله ذهاب للنص ورحله عوده، احنا لا بنروح ولا بنرجع، احنا بناخد النص كده سطحي يعني ما بندخلش انديب فيه عشان نشوف ايه قصد الرساله. اهم حاجه في اي نص المبدا اللي بيحطه مش التطبيقات المعاصره بتاعته، يعني المبدا اللي بيحطه اهم بكتير جدا. انا باخد المبدا اللي مرتبط بالمحبه اللي مرتبط بالخضوع المبادئ دي وبشوف تطبيقاتها النهارده في الظروف بتاعتنا النهارده اللي مالهاش خالص بظروف بولس خالص، يعني ظروف القرن الاول الميلادي ملوش خالص، فاحنا في تحديات ثانيه في اشكال ثاني من الارتباطات ومن العلاقات المعقده جدا، المشاكل الضغوط، الزوج بيشتغل والزوجه بتشتغل والاثنين بيعملوا نفس الادوار اللي كان ايام بولس ما كانش فيه الزوجه بتشتغل، يعني بنسبة 90% غير مفيش غير الارمله تقريبا يعني، لكن الراجل كان مطلوب منه كده. فهو لما بيوصف الوصف ده حاجه زي العبيد والساده في ايام بولس الرسول اللي هو الشكل مش عندي النهارده، يعني نقدر نقول انه رسائل بولس اتكتبت علشاننا بس مش لينا، يعني ما كناش احنا ما احناش التارجت الاولاني بتاعه. أيوه. لكن في النهايه المبادئ اللي موجوده دي يعني لينا كلنا، يعني المبدا نفسه موجود لينا، لكن مش الشكل اللي مش الشكل الحضاري اللي اتكتب فيه النص. احنا لازم ننزع القشره الحضاريه دي، هو ده الشغل اللي المفروض يتعمل على النص عشان توصل رساله بيور للناس. طب هو ايه كان الشكل الحضاري وقت بولس؟ يعني لا كان طبعا إيه؟ المراه في وضع كان في ذل وهوان مش عادي، لا طبعا كانت محتقره بشكل سواء في المجتمع اليوناني او الروماني او اليهودي او كله يعني كله متساوي تقريبا يعني تقريبا يعني في الاخر ما بتكلمش عن حضاره النهارده. ففي ظلم شديد ان احنا ناخد اللي كان بيحصل، يعني ان المسيح يرتقي بالمراه في ذلك الوقت، وكان شفنا موقفه حتى من الزانيه ومن الخطيه ومن كله حاجه في منتهى السمو والرقي الغير عادي بالنسبه كمان مش بس العصر لغايه النهارده، ده الناس بتبص بصات فيها دينونه وفيها غير. لكن النظره دي طبعا لازم النهارده بقى لما نشوفها بشكل تاني، التطبيقات ده نرجع بقى للقشره الحضاريه بتاعتنا النهارده، الشكل الحضاري بتاعنا شكل العلاقات شكلها ايه، شكل المجتمع اللي احنا فيه شكله ايه، عشان كده ما نقدرش نفصل المجتمع يعني. بس انا بالنسبه لي يسوع تحدى جامد جدا في القرن الاول الحاجات اللي كان متعرف عليها ثقافه ووضع المراه وتحقيرها وكل حاجه اتحداها وكسر حاجات جامده جدا جدا، لكن مش حاسه ان بولس عمل كده. لا عمل كده ما ليه؟ لان انت بشكل ما مش شايفه بولس كان في اني وضع، ده حط قيادات. انا طبعا مش عايز ادافع عن بولس يعني لا 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 يعني انا حتى يعني اول قيادات في فيليبي افوديه وسنتيخي دي قيادات نسائيه ما كانش في، يعني كان في رجال طبعا في ذلك الوقت في الكنيسه دي معروفين لكن دي كانت قيادات. اكيلا وبريسكيلا جه في الاخر، بريسكيلا تقدمت اكيلا يعني في الطريقه اللي بيخاطب بيها، وده طريقه مخاطبه مش طبيعيه خالص في ايام بولس اللي كان لازم رجل الاول مش يجيب بريسكيلا الاول. ففي شكل ما في العلاقه الصعبه في ذلك الوقت هو كان بيحررها، بس التحرير الحقيقي كان انها تعرف شخص المسيح بصراحه. يعني رساله ربنا لينا لازم ما نشوفهاش باعتبارها رساله حقوق انسان ورساله تحرير اجتماعي، لانه الا كان لازم العبيد والساده دول ما كانش يقبلهم بولس ولا المسيح الشكل ده من الاشكال الاجتماعيه، لكن ده حصل بعد قرون يعني التحرير ده بشكل اخر، لكن اتاسس على مبادئ مسيحيه. لينكولن لما اخد التحرير العبيد في امريكا الناس كانت بترد عليه بايها العبيد اطيب طبعا طبعا للاسف طبعا يعني الناس كانت بتستخدم الكتاب بالطريقه لا سوري كالفن عمل كده، مارتن لوثر عمل كده، غيرهم كل دول يعني في رايي انا يعني تشددوا اكثر من اللازم في تفسيرهم للنص، ما خدوش المبدا الاكبر اللي هي من البدايه يعني الرجل والمراه المسيح. احنا عشان نفهم فكره الله نرجع لتكوين واحد، حتى مش تكوين اثنين، تكوين واحد. لما الله خلق المراه الرجل والمراه وقال لهم هما الاثنين يتسلطوا مش طرف واحد، وان هما الاثنين يثمروا فالقياده الماموريه المسؤوليه. لكن معنى معين نظيره في تكوين معين نظيره صح، دي كويسه الكلمه معين لم ترد بعد كده، يعني بعد ما جت في تكوين اثنين لما خلق المراه تكون معين هنا
نظير، يعني مش مجرد مساعد، مش مجرد اسيستنت، يعني واحده درجه تانية. عشان كده الله يصف نفسه في علاقته بشعبه طول العهد القديم لغايه اشعياء لغايه القرن الثامن، يعني مرورا بقى بداود، مرورا باخبار الايام، ان هو معين شعبه. هو المعين، يعني يصف نفسه حوالي 72 مره برضك، يعني 72 مره بيقول انا معين اسرائيل وانا معين شعبي. ففكرة المعين دي التقليل منها خطر وخطأ كبير، لكن المرأة من ليست من دون الرجل، ورجل ليس من دون المرأة. يعني في القصة دي آدم مش البطل وحواء هي يعني الاثنين إيكوال. لازم أقرأ النص، يعني النص لما خلق الله الإنسان خلقه رجل وامرأة والاثنين هما صورة الله. هرجع تاني لبولس. بولس بيتكلم على انه المراه هي اللي اخطات اولا والمراه هي اللي مسؤوله. احنا بنتكلم عن التدرج التاريخي، لكن في النهايه الله في محاكمته لادم وحواء ما خدش بالاقوال دي. ليه التاكيد على النقطه دي؟ انا لو تقولي لي ايه اصعب نقطه، مش اضعف يعني، اصعب نقطه في اللي قاله بولس في دفاعنا عن موقفه من المراه هي النقطه دي، يعني انه يعني خلى الامر مش كالتشر، خلى الامر لاهوتي، يعني خلى المنطلق بتاعه في دينونته، مش دينونته، حكمه على المراه، تفسيره للموقف، في تفسيره للموقف لهوتي. ليه هي يعني تخضع للرجل وليه الرجل يتسلط عليها، مبني على الواقعه اللي من وجهه نظري في التكوين ثلاثه في محاكمه الله لادم وحواء رفض ما عملش كده، لا رفض خالص، يعني لما قال لها المراه التي اعطيتني فقالوا بس في الاخر قال ان الرجاله لغايه دلوقتي بيعملوا كده، المراه اللي اعطيتني انت ايه انت وهي انا ماليش دعوه. لا فكره انه الراجل يسود عليها بقى يعني بعد لما خرجوا عن مشيئه ربنا في تكوين، هل في رايي انا السياده هنا مسؤوليه، يعني فكره السياده هنا فكره المسؤوليه مش فكره العبد، ده مش بنشوفه. انت لا يمكن تلمسي في العهد القديم او الجديد ده اسحاق حب الرفقه، انا متمني اتشبه بيه، يعني يعني لم يتعزى اسحاق عن موت امه والكلام ده بعد سنين الا بزواجه من رفقه، وكان بالنسبه له شيء بديع ربنا خلقه. انا فاكر خادم من خدام الرب، انا مش هقدر اذكر اسمه هنا، لكن انا فاكر لما بيوصف قصه الخلق فبيقول كان في سبات ادم، فلما صحي قال ايه الجمال ده، لما لقى حواء جنبه ايه الحلاوه دي، ويعني فرح وسبح الرب، يعني ده خادم. وفي قصه في كتاب اسمه كتاب اعمال ادم وحواء، يعني بس كتاب منحول يعني مرفوض، يعني مرفوض، بس بيتكلم عن المراه في حياه ادم بعد كده، يعني ازاي يعني، بس طبعا ده زي ما قلت لكم مرفوض فانا مش هعتمد عليه، لكن بيتكلم عن دور المراه بعد كده في الخليقه، يعني لانه مختصر قوي حياه ادم عندنا في الكتاب المقدس ثلاث اصحاحات بس. لكن احنا محتاجين نرجع تاني لفكرة الخضوع، فكرة احنا كجسد كلنا الزوج والزوجة والاولاد بنخضع لربنا، فلازم في الرب، يعني انا لما بخضع يعني احنا عارفين الحدود بتاعتنا، احنا عارفين خضوعنا شكله ايه، وتاني حاجة بنخضع لبعض، يعني مش بس احنا بنخضع والزوجة والزوج لازم يخضعوا لبعض ولازم يحبوا بعض، يعني مستحيل صح ولا غلط، يعني مستحيل ان انا بقول الزوجة بتخضع والزوج ما يخضعش لانه مش مكتوب كده، وبالتالي الراجل يحب والزوجه ما تحبش، لا لا طبعا، فالخضوع متبادل والمحبه متبادله، لكن الدور الاكبر في المحبه مرتبط بالرجل والدور الاكبر المرتبط. طب انت قلت حاجه يعني الدور الاكبر يعني طبعا هي مش نسبه وتناسب، مش 60% و50%، لكن يعني لما بنقول في العلاقه دي بننتظر مصدر الحب والحنان اللي احنا دايما بنخبي، عشان كده في بطرس يقول ايه، تعاملوا مع الزوجه كالاناء الاضعف. احنا شايفين الاناء الاضعف دي كلمه وحشه قوي كويس، بالعكس ده الحساس جدا، ده ابو لمس، ده اللي كرامته، عشان كده اعطيه له كرامه افضل، يعني اديهم كرامه اكتر، اديهم احترام كبير، يعني ما تسقش ليها، ما تقللش من احترامك ليها، يعني الكلمه دي كلمه فيها تفخيم مش العكس، يعني مش انها اضعف يعني ما بيعرفش يعمل حاجه، لا حساس جدا، ما تقدر هتعمل كده هتخدشه، ممكن تكسره، ما ينفعش تلمه تاني. ففكره ازاي تتعامل بكرامه، ازاي تتعامل باحترام قدام كل الناس، قدامها هي، تديها الحاجه اللي هي تستحقها، عشان كده كان بيمدحها عند الابواب، زوج المراه الفاضله ابواب المدينه، يطلع يفتخر بيها،
ودايما بقول نشيد الانشاد اللي الناس فيه لغط كتير عليه وانا بموت فيه، يعني انا بعتبر ده النشيد بتاع انا ومراتي، يعني نشيد اللي ربنا وضعه عشان انا وهي نتكلم فيه. الزوج سوري الحبيب والحبيبه قليل جدا ما بيكلموا في 8 صحات. الحبيبه بتتكلم عنه مع بنات اورشليم مع الاصدقاء. انت تقصد انه في الايه دي عشان الستات عندهم عاطفه اكتر؟ هل ده اللي انا سمعت؟ لا، كرامتهم بالدنيا. انت مش ممكن تهينيها وبعدين تقول لي بتحبني، مش عايز المحبه دي، بعيد عني المحبه دي الراجل. لكن اديني ايه بس ينفع اهين الراجل؟ يعني هيستحمل اكتر يعني؟ برضك ليكي حق، لكن عايز اقول لك لا، الست اصعب بكتير. يعني الناس فاهمه العكس، يعني الست تستحمل. هو الكتاب بيقول لا، خلوا بالكم جدا وديهم كرامه كبيره قدام كل الناس. لا بس انا بقصد للايه اللي قبل كده اللي احنا كنا بنقول انه الراجل الست تخضع لجوزها والست تحبه، فانت كنت بتقول ان لا الخضوع، يعني لما بنقول عشان كده بقول لما بنتكلم عن الخضوع بنقول لان المسيح نفسه خضع للبابا ومامته وكان خاضعا لهم. الكلام ده نقراه في لوقا 2:52 لما رجع من اورشليم وعنده 12 سنه واستمر كده لغايه 30 سنه كان خاضع. دي خضوع الادوار، ده الابن وهيعلمنا. اصل عكس الخضوع ايه؟ دايما بننسى برضه، دايما بنقول الخنوع احنا رافضين، لا التمرد. يعني انا مش هاخد، انا هتمرد بصراحه، يعني انا هرفض كل كلامك ده. بس هي الفكره انه فكره التمرد والخضوع والطاعه وكل ده فيها رئيس ومرؤوس، هو ده دي المشكله. طب ما دي وانا رافضهم كلهم. لا انا رافضهم بمعنى ايه؟ عشان كده بقول لك ايه الاتموسفير اللي بولس بيتكلم فيه هنا؟ ايوه. واللي لازم ده ما فيهوش غير محبه، ده واحد بيموت نفسه. يعني احنا هنا فاهمين فكره الخضوع غلط، يعني لما بنفكر شايفينها الامه خنوع، يعني فيها اذلال وعبوديه ويعني شاددني من شعري تقريبا وماليش اي قيمه وماليش اي راي، وده عكس خالص اللي بيديه الكتاب المقدس للمراه وللزوجه. وفي نفس الوقت بنشوف من ناحيه ثانيه بقى انه لا، يعني ما الطاعه كمان شيء انا في رايي مرفوض. الطاعه دي للعبد، الطاعه بالمعنى ده. طبعا احنا بنطيع بعض، احنا عشان كده انا بقول الطاعه عمل خارجي، يعني ممكن يبان ان انا بطيع، بقول لك روح ودي الحاجه دي هناك، انا يا رئيس فبقول لك ودي لغايه هناك هتوديها، لكن ده معناه انت خاضع ليا؟ لا طبعا، يعني مش لازم يكون خاضع ليا، انت بتنفذ امر، لان انا يعني ليا السلطه ان انا يعني اديك الامر ده وانت ما عندكش فرصه انك تعبر عن رايك. يعني يعني هي دي الفرق بين الخضوع والطاعه كمان. طب حضرتك بتشوف انه في ناس ساعات بتستخدم الايه دي لقهر المراه في مجتمعاتنا؟ 100%، وده مش من حق اي رجل. لا انا دي كلام واضح، مش عارف الكاميرا الكاميرا هنا. مش لا يحق لاي رجل تحت اي بند في اي مكان وهو مسيحي وهو مسيحي مؤمن يؤمن بهذه الكلمه، ما هو هيحاكمها بالكلمه دي. يعني بيجي يقول لها الكتاب بيقول، انه يجي يقول لها اخضعي لان الكتاب بيقول، لان الامر للمراه مش ليك، الامر اللي ليك انك تحبها كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. وانا بتحداك وبتحدى نفسي ان احنا نقدر نوصل للمستوى ده لغايه لما هنموت. يعني عمرك 60-80 هتفضل تدي تدي وتشعر انه لسه المسافه بعيده عن انك تحقق الوصيه دي، وهي دي الوصيه اللي تخصك انك تحب. ومش من حقك ابدا تطالب زوجتك او بنتك او اي حد انه يجي يخضع نتيجة ان الكتاب بيقول اخضع. الخضوع لازم يكون عمل داخلي ارادي اختياري من قلبي من داخل توجهي انا، دي حد ما حدش يقدر يمليه عليا، ما حدش يقدر يفرضه عليا، الطاعة تفرضها عليا، لكن الخضوع لا. انا خدتها وعزة انا عندي سؤال هو هيرجع بينا ورا سنة، بس انا كان في مخي ما جاليش فرصة اسأله. فكرة انه دلوقتي في ممكن ناس بتتفرج علينا واحنا بنقول في لو الاتنين بيصدقوا في الكلمة، لو الاتنين يعرفوا الرب، طب لو الجوز ما يعرفش الرب، الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. الزوج ما يعرفش الرب، انا كست مفروض افكر ازاي؟ هل انا بخضع ساعتها؟ الخضوع بقى بيبقى ليه معاني مختلفة وممكن يبقى صعب. انا اعرف واحدة بقى لها 13 سنة متجوزة متزوجة، وطبعا اكتشفت من اليوم الأول إنها أخطأت لأن كانت بصة لحاجة يعني غير إن يكون من الرب. قررت لأن ده خطأها، قررت من اليوم الأول في صلاتها لربنا لأن هي ليها علاقة بيه، يا رب ساعدني إن ما بقاش خضوع المضطر، لكن إديني الأمر ده عشان أكسبه ليك. يعني ده كان هدفها فعلا. أنا بقول اختبار حقيقي
بغض النظر ده موقف صح ولا لا، انا بقول لكم اللي حصل انها قالت انا اللي انت وصيتني بيه انا هعمله، حتى لو هو شخص ما عندوش ايمان بيك، وحتى لو هو طبعا بيحبها بالمعنى يعني لكن ما عندوش المبادئ دي، مش هيعيش بيها، فهي مش في الاطار ده. يعني هو بيجي يفكر افكار بتبقى بعيد، يعني طريقه شغله العيشه اللي هو عايشها مختلفه. لكن هي قالت لربنا اديني الخضوع عشان ما تعبش، يعني يكون انا اللي واخداه بارادتي، يعني مش مفروض عليا، لان انا عايز اسعد ولادي، انا عايز احميهم باي شكل من الاشكال من ان يبقى كل بيتنا ده خناقه كل يوم وصراع كل يوم، لان هو فعلا في حاجات كتيره جدا عملها مش طبعا بتوجهه، طبعا بتقول له، طبعا بتواجهه، لكن في النهايه اخذت قرار من اللحظه الاولى تقريبا، يعني من اول وقت، يعني مش الليله الاولى. بس احنا مش قلنا ان السياق هو ان احنا خاضعين للرب وخاضعين بعضنا لبعض؟ ما هي بقى خاضعه للرب، ما هي هي الاختيار غلط من الاول. ما هي زي يعني ما مش في حد إنه زي ما حد اتصل دلوقتي قال ما فيش طلاق. يعني انت بتقول للست انها تبذل، لو هي في علاقه كده هي مش من اول الجواز، هي كانت تعرف الرب اتجوزه، هي كانت بتعرف الرب؟ لا هي كانت بتعرف الرب. لا انا ما بقصدش على القصه دي، أوكي. يعني أوكي. حصل انه في نص السكه هي عرفت الرب وهو لا. هل تخضع؟ هل الخضوع ساعتها الامر ربنا ليها عشان حياتها تبقى افضل ليها؟ طبعا انا عارف انت مش هتبقى مرتاحه كده يا مي، لكن انا بقول اللي الكتاب بيقوله ومش هقدر انا اتراجع عنه، انه لازم تكون بتعمل كده، بس يكون ليها هدف اكبر من كده، مش مجرد الايام بتعيشها. يعني انها عايزه تكسبه، لازم بتصلي له، ولازم بتحبه، ولازم عايزه افضل خير ليه، لان ما ينفعش العلاقه اللي فيها دايما انا وانت ونحن مش جسد واحد. فكره الزواج دي فكره عبقريه بالناحيه المسيحيه، لكن مش بتطبق للاسف. انا بقول لكم انا بخضع لمنى كتير، منى دي مراتي بخضع لها كتير كتير جدا، وفي امور انا ما بفهمش فيها. لازم الراجل يعترف ان في حاجات كتير كده مش بتاعته، ومش ممكن يكون ابو يعني المعرفه في كل شيء، وهو اللي معاه يعني هو صاحب كل القرارات وصاحب كل مسؤوليه. احنا وصلنا لاخر الحلقه، لو عاوز تقول اي حاجات اخيره. لا انا بقول اولا الموضوع محتاج وقت اطول بكتير، وبالذات فكر بولس في المراه مش في الخضوع بس، ده يعني ممكن لو عملتوا حلقه كامله عن بولس والمراه اجي لكم تاني، بس مثلا بعد فتره شويه عشان ما تزهقوش، لكن اجي بقى انا عامل دراسه كامله عن بولس والمراه وازاي وضعها كان، وبولس اتعامل معها ازاي، وطبعا المسيح ده لوحده ده يحلق عاليا، فازاي العهد الجديد يتعامل مع المراه، ده محتاجينه. لكن من ناحيه الخضوع كموضوع انا بقول الوصيه للزوجه بالخضوع، الوصيه للزوج ما نقدرش نفصلهم عن بعض، من الخطوره ومن الخطا ان نركز على الموضوع ده من غير ما نلفت النظر لفكره ان في واحد تاني بيحب حتى يسلم نفسه لاجلها، يعني ما بيقدم لها كل الحب يعني. شكرا نشوفكم الحلقه الجايه، ومتشكرين قوي شيخ يوسف. ميرسي شيخ يوسف. ما هي الموضوع مش كويس. لا بس كان كويس في كم نقطه كده.